السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعاً القطار جالس يعدي فالصوت ما حيكون واضح. تحملونا شوية. عارف تأخرت دقيقتين. كنت أبغى القطار يعدي من مكانه لكن ما حصلت الفرصة. فقلت لازم أبدأ البث مباشرة. طبعاً هو القطار ما يأخذ مني إذن. أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. خلونا ندردش شوية، إيش رأيكم؟ ندردش معاكم شوية أحسن. نسولف مع اللي في الانستغرام، اللي في الانستغرام ما شاء الله دائما هادين عاقلين كذا مروقين، عكس اللي في تويتر تحس إنهم زعلانين وداخلين بعنف. اللهم آمين. طيب القطار يعدي الآن، أتمنى ذلك. أحيانا يرجع بالريوس ترى، فتصير في مشكلة كبيرة جدا إذا رجع بالريوس. طيب أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أبدخل في الموضوع على طول، ما بطول، يمكن البث يمكن ربع ساعة بالكثير. طيب الكل يعرف أنه قبل شهر ونصف تقريبا، قبل شهرين، تم اعتقال عدد كبير من الإخوة والأصدقاء من قبل الحكومة السعودية. أنا كنت أتوقع أنه الأمر يعني مجرد صدفة حصلت، مجرد خطأ، مجرد طيش، وإنما اتضح لي أنه كان هو عبارة عن عمل ممنهج، يعني عمل منظم من أجل محاولة التأثير أو إيقاف شخص ما، يعني شخص غلبان زي حالتي. فوجئت بعد الاعتقال، وبعد أن تحدثت عن الاعتقال، خلي حقون الانستغرام يعلقوا براحتهم عادي، مفتوح للتعليقات اليوم. فوجئت بعد الاعتقالات باتصال تلقيته من جهة كندية ليست رسمية وإنما معترف بها ومعتمدة في كندا، اسمهم Citizen Lab، لهم حساب موثق في تويتر. اتصلوا علي، أهلا وسهلا يا أخ عمر، أهلا ومرحبا تفضل. قالوا لنا إحنا عندنا حسب هم طبعا، خلينا نعرف من هي Citizen Lab. Citizen Lab هذول ناس مختصين في أمور الهاكينج والتهكير والأمن السبراني وما السبراني والأشياء هذه. فتواصلوا معي، قالوا لنا احنا نعتقد ان الحكومة السعودية تحاول التجسس على اشخاص في كندا، تحديدا في مقاطعة كوباك. فما ندري مين، جالسين نشوف نتعقب بالعمليات والهجمات، شايفين الهجمات على كوباك، فما نعرف الحكومة السعودية جالسة تتعقب وتتجسس على مين. فالشخص اللي كان يكلمني اسمه بيل باي ذا وي، قلت له مباشرة انا. قال لي شكرا، مع احترامي لك هذا مو كلام، كونك انت تقول انا فهذا الشيء ما عنده، لازم احنا نثبت الكلام هذا للناس، لازم نثبت، لازم نتاكد، لازم ناخذ بيانات عينات و الى اخره حتى نطلق حكم ونقول انه انت فعلا تم التجسس عليك. قلت له انا متاكد اذا الحكومه السعوديه تريد ان تقوم باعتقال شخص ما او بالتجسس على شخص ما، اسف، فانما سيكون انا حسب المعطيات في الفتره الاخيره. قال لي أيضا أشكرك لكن خلينا نتأكد، دعونا نغلق التعليقات مؤقتا حتى لا يكون هناك نوع من التوقف. turn off commenting. طيب آسف، قبل ما أبدأ معهم أخذ أي خطوة مع جماعة Citizen Lab، قلت لهم أشكركم بس أنا ما أعرفكم، أنا ما أعرف أنتم مين، انتوا ناس جالسين يتواصلون معايا يتكلمون عن عمليه، خلوني اتاكد انتوا مين اصلا ابتداء. يا جماعه Citizen Lab، صحيح انكم في كندا مقيمين في تورنتو، لكن انا بعرف عشان اطمئن قبل ما اعطي جهازي او اعطي ادواتي او اعطي اموري لشخص يبحث فيها، لازم اتاكد ايش اللي صاير. تاكدت منهم واكتشفت فعلا انه هم جهه موثوقه، تعاملوا مع نشطاء سابقين، وهم الذين قاموا باكتشاف الاختراق والتجسس على جهاز الناشط الاماراتي المعتقل أحمد منصور، نفسه هذا بيل الله يعينه، هو أمريكي عاد ما يحتاج يعني يعني إن شاء الله ما حيجي شيء، ما حد حيعتقل ولا حد حيبطش به ولا حد حيعتقل أخوانه وكذا، وهو حاب إنه يكون في الصورة. أنا استأذنته قبل ما أتكلم، قلت له ممكن أتكلم عن اسمك؟ قال لي تفضل. قلت لهم شكرا جزيلا لكم، نعم باستطاعتي الآن أتعامل معكم، باستطاعتي أن أعطيكم جوالي تفحصوا الأمور وتشوفوا إيش الوضع. رحت إلى مونتريال، قابلت بيل، أعطيته الجهاز، بدأ يدخل على الرسائل. طبعا
طبعا انا عندي عده اجهزه، في جهاز من الاجهزه استخدمه للتعامل مع اخوتي اصدقائي مع اسرتي مع الدائره الضيقه، يعني لا استخدمه في اعمالي وانشطتي السياسيه بشكل عام. كنت انتظر في تلك الفتره شحنه بروتين حق البروتين، بروتين باودر حق يعني عشان المكمل غذائي، فطلبته وكنت انتظر فعلا رساله. جاتني رساله من DHL، الرساله من DHL تقول لي بامكانك تعقب بامكانك تعقب شحنتك. طبعا انا بحسن نيه انا بعادتي لا افتح اي رابط، يعني امي ترسل لي اغنيه مقطع تكبيرات العيد ما ادخل لهذه الدرجه في اجهزتي التي استخدمها في الاعمال والانشطه، لكن هذا الجهاز هو كان خاص للاسره للاصدقاء وكذا. فقلت انا ايوه فعلا انا طالب من طالب من امازون او من DHL شيء، منتظر الباكج يوصلني الشحنه توصل. دخلت على اللينك ومن هناك كان الاختراق. الاختراق حصل في نفس الفتره التي قامت الحكومه السعوديه فيها باعتقال الاخوه والاصدقاء. في تلك الفتره كانوا يخرجون اخي، برجع لكم ايش سويت مع بيل، يعني ايش سوى بيل تحديدا، يخرجون اخي احمد تحديدا اكثر من مره حتى يفاوضني. في نفس الوقت كانوا يستمعون الى كل شيء يدور بيننا. في نفس الوقت كانوا ينتظرون من هم الاشخاص اللي ممكن انا احذرهم، اقول له اهرب ترى بيجيبونك ترى بيصيدونك، يعني على بالهم انه في شبكه ولا في تخطيط ولا شافوا الصور شافوا الرسائل شافوا المحادثات شافوا كل شيء، تأكدوا طبعا 100% انه هذا العبد الفقير لله واحد غلبان على باب الله، ليس له علاقة بجهات خارجية، ليس له علاقة بدول، ليس له علاقة بإيران، ليس له علاقة بقطر، ليس له علاقة بالمريخ ولا بسلاحف النينجا. لكن كانوا في نفس الوقت يريدون ان يصلوا الى نقاط الضعف. اسلوب منحط جدا انك تستمع لاشخاص يعيشون حالة من الذعر وتستمع المكالمات فيما بينهم. انا ما مسني شيء شخصيا انا هنا، وانما هناك اشخاص تضرروا في بلادنا للاسف. رحت الى مونتريال قابلت بيل اعطيته الجوال قلت له تفضل هذا الجهاز، هو شخص متحمس في هذه الامور يعني. فكان في كراسي بوصف لكم المشهد، فكان في كراسي من شده الحماس لما اخذ الجوال جلس على ركبه وبدا يبحث. فبدا يبحث في الرسائل يدور رسالة رسالة، فين الرسالة اللي ممكن تكون من خلالها تم الاختراق. أخيرا وصل إلى رسالة DHL هذه، قال لي هذه هي الرسالة. قلت له متأكد في اختراق؟ قال لي متأكد في اختراق. طبعا هم بأدواتهم بخبرتهم وتقنيتهم يستطيعون ال- 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 طبعا إثبات هذا. قرر التوجه إلى الإعلام، كتبوا الجماعة ريبورت سيتيزن لاب، طلعوا تقرير عن هذا الموضوع، وقررت الصحف الكندية الإعلام الكندي اليوم يمكن 3-4 صحف كندية وقنوات مختلفة تواصلت معي شخصيا. الموضوع فيه مشكلتين، في حق شخصي لي وفي حق لكندا إن رغبت كندا في التصعيد. الآن أنت جبت العيد وجالس تتجسس على رعاية يقيمون في كندا مواطنين ومقيمين، وهذا قد يساهم في زيادة مشاكلك. هذه نقطة، هذا حق لكندا. في حق خاص لي أنا أنه أنا تعرضت لظلم أو تعرضت لأذى، وسأقوم أيضا بمشيئة الله سبحانه وتعالى بمقاضاة الجهة المتسببة في ذلك. القضية ممكن تأخذ لها فترة حتى ما يبت في أمرها، لكن أوعدكم أنا وعد شرفي، والكلام أنا أعرف أنه مسجل، إن كانت القضية في يوم من الأيام سيكون فيها تعويض مادي وهو ممكن وارد 100,000 200,000 300,000 مليون مليونين 3 مليون دولار whatever، فهذا المبلغ أوقفته للشعب السعودي للمحتاج منه، لا أريد أخذ منه شيء رغم أنني قد أكون بحاجة إلى مال، لكن هذا المبلغ إن حصل لتعويض بمشيئة الله سبحانه وتعالى فهذا المبلغ سيكون موقوفا لمن يحتاج، مبتعثين تورطوا منكوبين، ناس محتاجة في السعودية، ناس محتاجة في دول أخرى. طبعا الأقربون أولى بالمعروف، طبعا أنا لا أظن البعض أن هذا الأمر تعصب، لكن من باب أن الأقربون أولى بالمعروف فسيكون الأولوية للمحتاجين من أبناء شعبنا، فسأوقف هذا الأمر تماما. بالنسبة للكنديين فالقرار عائد للحكومة الكندية، تريد أن تتبرع تريد أن تصعد مع الحكومة السعودية، تريد أن تهدئ الأمور،
هي المنوط بها حماية رعاياها. الآن حكومة السعودية كانت تتجسس، اشترت جهاز أو برنامج تجسس من جهة ما أو من دولة ما أو من جماعة ما، وقاموا بالتجسس على شخص. هنا في وقفات، هذا اللي صار بالفك الجوال، أنا قاعد أنسى، شاف الرسائل، جلس يدور رسالة رسالة، ووعدني أنه يعلم الشعب، يعطيهم دورات في كيفية الحماية، و في نقطة مهمة عشان ما أنساها، الخوف الآن اللي بدأ يتواصل معي بعض الأشخاص أنه هل في أشخاص أيضا آخرين تضرروا أو جالسين يتضررون الآن بسبب هذا؟ هنا في سؤال كبير، سؤال خطير جدا. أنت جالس تتجسس على شخص، يا ترى كم شخص تضرر بأجل هذا؟ يعني السؤال هنا للحكومة السعودية، إيش حصلته؟ بعدين إيش الإنجاز العظيم اللي حققته؟ إيش البطولة اللي وصلتوا إليها؟ فين؟ أنت بدل ما تكون تتجسس على قاسم سليماني، تتجسس على الحوثي، تتجسس على الخونة اللي جالسين يخترقونك من الدول اللي حولك، تتجسس على أعداء حقيقيين يقاتلونك، جالس تحشد جنود وقوات وهاكرز وخبراء من أجل العبد الفقير، يا الله هذا الضعيف متر 72 سنتي و 71 كيلو. ما هي المرحلة من الضعف التي وصلت إليها؟ شوف، هل هذا الشخص اسمه عمر، الآن أنا أخرج خارج الصورة، هل هو خطير جدا أو أنت فاضي وتافه جدا؟ يجب أن يستوعبوا هذا الأمر. هل شخص واحد يستخدم أجهزة جوال أو يستخدم مواقع التواصل بدون كاميرات، بدون مونتاج، حتى المونتاج كان زمان، بدون أمور، يجلس يلبس أقرب طقم عنده ولا لبس عنده ويطلع يفك الكام ويتكلم ويكتب تغريداته، يجعلك تصل إلى هذه المرحلة من الخوف والقلق والاضطراب؟ بيتنا بس دخلوا 14 شخص رجل أمن، أصحابي كل واحد 14-15 شخص دخلوا بيوتهم، يعني تتكلم أنت على كم، 200-150-300 رجل أمن. هذا غير الذباب اللي جالس تفضف، وهذا غير الهاكرز اللي جالس. ليش وصلنا للمرحلة دي؟ من الذي سيستفيد من هذه الحالة؟ ليش؟ لماذا تظهر نفسك بالشكل الضعيف المرتبك المضطرب؟ ليش؟ ليش يا بابا؟ هدوا أعصابكم ورتبوا سقف سلم الأولويات عندكم. أنا مش قاسم سليماني، I'm not the banana republic. أنا تذكرت الجبال على جنب. فليش قاعد تسوي كذا أنت؟ إلى أين؟ طيب الآن ممكن تفتح لكم مشكلة جديدة مع كندا، ما أدري، ممكن الكنديين يصعدون، هم مسؤولين عن حماية رعاياهم. أعيد وأكد أن النقطة هذه، الأموال سيتم التبرع بها إن شاء الله للمواطنين، لن أحصل منها على ريال واحد، بيجيكم بيجي المبلغ بقول يا جماعة أنا حصلت تعويض قدره كذا وكذا، تفضلوا، هذا وقف. وإن شاء الله سيكون لأول مرة أموال السعودية تؤخذ من الحكومة السعودية وتذهب إلى الشعب السعودي، ما تروح إن شاء الله لا في يخت، ولا تروح إن شاء الله في لوحة، ولا تروح إن شاء الله في قصور بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن رسالة طمأنة إلى الأصدقاء، إلى الإخوة، بس الأشخاص اللي ممكن يجي تواصلوا معي عشان الواحد يصيب الخوف ويصيب الذعر، أموركم تمام، أموركم في السليم، بس الحزن والخوف على الأهل والأصدقاء المقربين، الدائرة الضيقة التي كانت حولي وكذا، لأنه إحنا ما نعرف إلى أي مرحلة ممكن تصل فيهم المبزر. يعني ناس كان عندهم أكسس على كل شيء. سمعت المكالمات؟ سمعتوني أنا أكلم؟ شفتوا نقاشاتنا عن الاتحاد وعن هذا؟ شفتوا نقاشاتنا عن الطبخ وإحنا نتكلم في الذكريات؟ شفتوني أنا قاعد أناقش مواضيع الطفولة اللي صارت لي مع أخواني، مع أصدقائي، مع أهلي؟ دخلتوا على السناب، شفتوا، استمتعتوا الآن، حققتوا بطولة بهذا؟ مبروك، إنجاز عظيم تسجله البلد. لازم في شيلة، لو في عندي جهاز آخر أشغل لكم شيلة الآن، علموا طهران تحذر من زعلنا. أمر مأساوي، أنا ما بطول عليكم،
واعتذر اعتذار شديد انه اضطريت انه اخر التاجيل لانه كان الكنديين يقولون نبغى الاعلام كله ينشر في وقت واحد، فاضطريت اني اخر الى الساعه 5 مساء بتوقيتهم، مما يعني انه كان لازم يكون البث اقل شيء نص ساعه متاخر، يعني 5:30 بتوقيتنا على 12:30 بتوقيت السعوديه، يعني 1:30 بتوقيت عمان. اعتذر اليكم، اسف على الاطاله، ان شاء الله ما نطول عليكم، اشكركم، كونوا بخير، كونوا بامان، المره القادمه بنعلمكم ان شاء الله طرق معينه للحمايه. في بعض الناس ترى تنبيه، في بعض الناس جاتهم الفتره الماضيه رسائل يقول لك عزيزي العميل لديك محاكمه في تاريخ كذا كذا، عشان ما انسى، بس انا ماني مو شخص مختص في هذه الامور، في السعوديه عزيزي العميل لديك محاكمه في المكان الفلاني، ففي ناس بتخش، مساكين كانوا يدخلون، بمجرد انك تدخل على هذا الرابط على هذا هذا يتم الوصول الى جهازك. فكم مواطن كانوا يتجسسون عليه، كم مواطن كانوا يراقبون، كم مواطن، ليش حاله الخوف هذه؟ والله هذا لا يعكس صوره جيده عن البلد. ما ادري الكنديين بيسامحونكم ولا لا، الكنديين بيتجاوزون عن هذا او لا، هذا امر يخص حكومه كندا. اما انا عن نفسي لا، صدقني لو في سنت واحد لا اطلع لو في سنت واحد اطلع. واحد ارسل لي، قال لي واحد الشاب قال لي عمر اذا جات تعويض كبير اشتريه محترف الاتحاد الاتحاد اللي تجيب له ميسي الان ما يصلح وضعه. شكرا جزيلا لكم على الاستماع، اسف جدا على الاطاله، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم على خير، كونوا احرارا. جماعه الانستغرام تبون تاخذون اسئله، تبون اسئله، طب يلا على السريع قبل ما نقفل نفتح لجماعه الانستغرام، يلا 5 دقائق بس. طيب اسف تيرن، طيب يلا بسم الله. ما ادري اذا بشتغل الان ولا ما اشتغل. طيب نعطيهم اسئله، انا والله صراحه الردود عندهم كذا ناس راقيه وناس هاديه وكذا، عكسكم يا جماعه تويتر، ليش انتم مشحون؟ تحس الواحد كذا يرجع من الدوام ولا يتمشكل مع زوجته ولا زوجته تتمشكل معاه ولا زوجها يزعلها ولا اخوها، فيخش الواحد مشحون، يدخل تويتر حق انستغرام رايقين، مقاطع ضحك وطقطقه. شكرا، انا احبك ايضا وانت كمان ان شاء الله. القطار متى يجي؟ تبغاني اقفل يعني اقفل؟ الى اين البلد؟ نسال الله سبحانه وتعالى، يا رب الان باقي شويه على المغرب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يلطف ببلادنا وعبادنا، وان شاء الله ان الامور تكون على ما يرام، يعني ان شاء الله انه ما نخش في حفره او ما نخش في صبه، مع انه انا شايف اننا قاعدين نخش فيها. احبك الله، لا تخر عني بالبث الجاي، احاول المرات الجايه ان شاء الله احاول بقدر المستطاع اني يعني يكون اقرب. ما هو حجم المعلومات التي حصلوا عليها؟ حصلوا على اختراع قنبله نوويه، الله يلا. الشباب يرسلون في الجروب حقهم مقاطع هلا بالخميس وسوالف ومسخره ايش الاختراق العظيم اللي وصلوا له يعني. متى يرجع برنامج فتنه؟ ما اسمه برنامج فتنه، اسمه برنامج رؤيه شو، بيكون قريب ان شاء الله وبيعجبكم. ما عاد لا ما له علاقه، كل شيء مكشوف في تويتر وفي غيره. هل سعود القحطاني خلف تحكير جهازك؟ ما ادري، ما اعرف مين الشخص اللي وراء هذا الامر، لكنه للاسف انه حط السعوديه في موقف حرج. وش رايك في جو شو يوسف حسين؟ اقدع واحد. عمر وملاس، انا عرفت انت مين جابك انت، حياك الله. ماذا رد سلمان على ترامب؟ والله ما اعرف، لم نطلع على اي شيء من هذا. اسف زعلتوا مني اني ما فتحت لكم هذا، اسف والله. المرة الجاية اشوف ايش المشكلة، بس انتم ما كل ما افتح الرسائل عندكم انا يعلق. والله اسف. كذا حاسس انهم زعلوا مني، شفت جماعة تويتر. قنوشة في المعتقل. يعني انا والله ماني مستوعب، قنوشة الان حكومة الحكومة تحقق مع قنوشة، ايش يقولوا له؟ قنوشة احد اصدقاء المعتقلين. ايش قاعد المحقق يعني، انت في ناس تديهم رواتب عشان يحققون مع قنوشة؟ ليش؟ ما يدري ترى مين ولي العهد، مين وزير الدفاع، ما ترى يمكن حسبنا في ايام الملك عبد الله وسلطان عبد العزيز ولي العهد. فليش قاعدين ماسكين الرجال ذا؟ والله فكوه، والله امه تدعي عليكم. فارجوكم خرجوا الشباب، خرجوا قنوشه، خرجوا اخواني، طلعوهم. غلطانين ترى، الحوثي هناك يعني والله يدعون عليكم الامهات، يعني قاعدين يدعون عليكم الامهات الان، يقومون الليل يصلون يدعون عليكم. في واحد قال لي عمر الساعة اللي انت لابس والله هذه الساعة حقت اخوي احمد.
ادعوا له ان الله يفك اسره. اخر مره واحد يقول لي متى تواصلت مع اهلك اخر مره؟ اخر مره تواصلت مع اهلي والله من يوم الاعتقالات الى الان. يعني انا اعذرهم، ممكن هم خايفين، ممكن عندهم مشكله، ممكن، والان بعد سالفه الاختراق هذه عز الله ما حد تواصل، يعني خلاص كل الامور تكون مكشوفه وكذا وكذا، في يعني مشكله. فمن منذ تلك الايام والله ما تواصلت. يعني تخيلوا حتى ما استطعت ان اقول لامي وابي كل عام وانتم بخير. طبعا يمكن وضعي صعب، بس وضع اصدقائي واخواني اللي في السجن اصعب، انهم حتى الى الان ما خلوهم يكلمون تليفونات. انتم ايش ماسكين انتم؟ والله جد والله طالع فيه كذا، انت الحكومه، انت طالع فيه، ركز معي، انت ماسك مين؟ هل انت تحس انك انت كذا جالس تنصر البلاد؟ يعني او انت مثلا تريد ان تنتقم مني؟ انا شخص واحد ضعيف، واحد ما عندي يعني ذيك القدره الخارقه، ولا انك تحط راسك في راسي، ولا عيب. سوي ذا الكلام مع ايران، سوي الكلام ذا مع قطر، سوي الكلام ذا مع الدول اللي الناس اللي جالسه تهزئ فيك وتجلدك، مش تحط واحد من مواطنينك. وهناك هناك الشباب واهاليهم ناس غلابه وناس تعتقل وتخش على البيوت وبسلاح بابلو سكوبار. ليه يا جماعه؟ ترى غلطانين في السلوك هذا اللي قاعدين تستخدمونه مع مواطنيكم. الان حققتوا معهم، انا ما ادري يمكن لهم شهرين شهر ونص ماسكينهم. طيب بعدين ايش لقيتوا عندهم من اسرار؟ ها قل لي ايش حصلت؟ قاعد تدفع بس فلوس عدس على الفاضي. اطلع بث مع اطلع بث مع شعار الاتحاد، مشكله. بعد خمسه التعاون سحبت عليكم. انا ما عاد اشجع الاتحاد خلاص، اشجع فنر بخشه هو فريق تركي، مشكله هذه. ما انا احب العدس كشرب، لكن لما يكون فيها ليمون ممكن يكون في اذى على المعتقلين، والله ما ادري. اسال الله سبحانه وتعالى لا يكون هناك اذى يتعرضون له الشباب، الاصدقاء، الاخوان وكذا. ما ابغى انه يكون الامر يصل الى حدود بعيده. يعني انا قاعد احاول استوعب العقليه اللي ماسك الموضوع، انه اختراق، امسك الاخوان، جيب فتش، ايش الموضوع، ايش السر، ايش والله العظيم شيء حزن جدا. مرتاح بفضل الله سبحانه وتعالى في كندا، بس حزين على اصحابي واصدقائي كذا، اصلا يسر امورهم. في واحد قال لي في المجمع، المجمع مدرستي، مجمع الامير سلطان، انت قلت راح يتم حجب تويتر بالسعوديه، صحيح كلامك؟ اتوقع، انا اتوقع انه يحجب بعد ان يفعل مشروع النحل. جالسين احنا في الكواليس، مشروع النحل سبب مشكله، واضح. انت الان في مقطع قاعدين يتداولون، يقول لك انهم تم الوصول الى مشروع النحل اختراقا. حبيبي احنا قاعدين نشتغل علني، نقول اللي بينضم ينضم حياه الله، يعني مش اسرار. احنا جالسين نرد على الذباب، جالسين ندعم الاصلاحيين، وجالسين نرد على المطبلين، هذا امر بسيط يعني وبكل وضوح. لا عندي لا قنبله ذريه ولا قنبله نوويه، ولا عندي ميليشيا مسلحه، ولا عندي مثلا جماعه ماسك تجاره مخدرات في السعوديه. بدل تجاره مخدرات مثلا، حتى مخدرات مش انا اللي ماسكها، معروف مين ماسك المخدرات. لا والله ما كذبت، والله ان شاء الله اني ما كذبت باذن الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما ذكرته ان شاء الله باذن المولى سبحانه وتعالى اني كنت صادق فيه. والميه تكذب الغطاس على قولته. هو مش اخويا بس، اثنين من اخواني واصدقائي وعددي، يعني ايش بيحصلوا؟ بعدين اخي احمد تحديدا الحكومه قالت له تعال تعال، ازعجتونا انت يا طيور حبيبي، يلا. اخي احمد تحديدا الحكومه قالت له تعال وارجع واقنع اخوك انه يجي كندا، وجابوه كندا وجابوه واعطوه فلوس مبلغ مالي عشان يجي. يعني كنت مسوين حفره، تبغون يرجع واعتقل انا، مشكله. من اللي ماسك المخدرات؟ اصحاب المخدرات. ما اعرف، ممكن تكلمت في بث، او ممكن صرحت لصديق، او انه قد تكلمت في سنابات سابقه، ممكن اني طالب شيء. معقوله مو مذنبين؟ اذا اذا عندهم شيء سوي لهم محاكمات علنيه، طلعهم طلعهم محاكمات علنيه. انا اتمنى الحكومه تجي وتطلع، شوف اتمنى الحكومه تجي تطلع اي مذنب او متهم محاكمه علنيه وتكون مشكوره على ذلك. بس انت عارف انك انت كذاب. اديك مثال بعيد عن اخواني واصدقائي، عصام الزامل كان في امريكا شغال في شيء تبع رؤيه 2030، تخيلوا. والله العظيم يا اخي مسكين قاعد يسوق 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 الجماعه في كذا مع الدوله، رغم انتقاداته. وعصام رجل واضح، يعني مش
الرجل واضح يقول هذا غلط هذا صح هذا. رجع بعد اسبوعين مسكوه. طب ليش؟ يقول لك الان اليوم خبر عن عصام الزامل اليوم هذا الشخص يقول لك يتعاون مع جهات مدري يتعامل مع ايش الكلام الفاضي ده؟ ولا زعلان عشان نتكلم على بيع ارامكو من الاخر. بس معلومات عن رجال الاعمال اللي يعرف انه في ناس كثير منهم طلعوا من الردس وحاطين لهم اساور تعقب في اقدامهم الى الان. شافوك في كندا تاكل مندي مع قاسم سليمان. لا قاسم سليمان ما يقدر يدخل كندا لانه متهم ارهاب. انا اعتذر برضو لجماعه تويتر اني ما فتحت لكم مجال لطرح الاسئله بس لانه هنا يعلق هنا يقولون اسهل الامور. انتبع البوصله باذن الله سبحانه وتعالى نحاول. ترى معلمين المجمع يسلمون عليه يا ابوي بتنكم المعلمين حق المدرسه انت تخليهم بكره يطلعون في الاذاعه كلهم يدعون علي. ممكن كل شيء وارد. ليش تاركينه يسرح ويمرح طالب العبد المحسن توي؟ ماني فاهم والله ما فهمت السؤال. الزيارة تتعلق ب حسب ما نقل. انا ما اقدر اعطي تحليل راي في شيء مش واضح عندي. اسباب الزيارة في ناس قالوا عشان قضية قطر، في ناس قالوا عشان موضوع النفط بين السعودية والكويت. انشغلت الساعات الماضية ما قدرت اطلع على اي شيء فما اقدر اعطيك تصور. ايفون كان الجوال. شكرا لك وشكرا معلمين المجمع واذا نكبتهم الله يعينك. المجمع المدرسه اللي كنت ادرس فيها من الابتدائي يعني لين ما صرت لين ما تخرجت. هذا كذا نسمع من متى تاكل كبسه الليله باذن الله سبحانه. هل تتوقع من الشخصيات التي تدير البلد متاثرين ببعض مسلسلات الانمي؟ تقصد مين متاثر بالانمي؟ ها مين متاثر بالانمي؟ ممكن احيانا إذا كانت الشخصية وصلت إلى مرحلة معينة من عدم النضج تتأثر بالأشياء التي رسخت في عقليتها من الطفولة. يعني ممكن يتأثر بمثلا جريندايزر، ممكن يتأثر بسيمبا، والله سيمبا كويس لو يتأثر بسيمبا، ممكن يتأثر بحتى جريندايزر، ممكن يتأثر بشخصيات شريرة أو الشخصيات الوحوش في الهاتف. ممكن هذا كل شيء وارد. حبيب قلبي والله. فهذه الأمور ممكن تحصل يعني ممكن يكون متأثر الشخص فيصل إلى مرحلة أنه لا طبعا بسبب أنه نشأ بطريقة أو بأسلوب معين كل شيء ملبى له يصل إلى مرحلة أنك لا تستطيع الانتقاد. بمجرد أن تنتقد يتكهرب، ما تقدر تقول له أنت غلطان، مش لهذه الدرجة يعني، ما تقدر تقول له ساعتك ما هي حلوة. ممكن يأخذ الموضوع شخصي معك ويتحول الأمر إلى 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 قضية مشكلة يعني قضية كبرى. يقولون انك فاشل دراسيا اللي انا اكبر فاشل دراسيا ونتعلم في الحياه ما هي مشكله. رايك في اسقاط كبار سعود من السلطه؟ الان الدوله السعوديه كانت عماره عن اسره عائله مالكه، الان اصبحت اسره تحديدا في فرع الملك محمد سلمان او محمد بن سلمان ومن حوله. انت شايف كم ساعه؟ عارف الساعه عندكم واحده اولموست يعني. ايش ذي خطب ان اختم لكم بحاجه لانه انا قلت 5 دقائق وديت لكم 10 دقائق. لا ما انتخبت، انا لسه ما صرت مواطن، باقي لي كم شهر اصير مواطن. اتوقع انت اول معارض ذكي. شوف انا دائما اقرا ناس يقولون مثلا يا حظ الحكومه بالمعارضه، يا حق المعارضه اغبياء المعارضه. شوف طبعا هذه الكلمه اذا قلتها اولا هذا يدل على انك انت تعترف بحقيقه المعارضه. شكرا لك. خلونا ننظر للنصف الكاسة ممتلي، معناتك تشوف انه عادي انه احد يعارض، لانه اذا انت تشوف انه ممنوع المعارضة مشكلة. الامر الثاني انت تبغى تعارض لكن المعارضة ما هي عاجبتك، فاقول لك كلمة واحدة تفضل وتعال عارض بنفسك. هنا مهم جدا، املأ الفراغ انت، اذا كنت تشوف هؤلاء لا يستطيعون ملأ الفراغ، لانه هذه امانة عليك، اذا انت تشوف انه لازم في معارضة فيجب عليك ان تملأ انت الفراغ. بدل من ان تتركه شاغر للاغبياء. عمر ممكن تمسك منصب بكندا؟ ممكن نديهم موال. ابشر في النهايه في الاخير نختم موال. اصبر تو قلت احبك بطلت ما احبك اخاف يجي الجمس. في واحد كلمني المره الماضيه قال لي عمر انا في ناس طردوني من البث، شفتوني المس الشاشه انا من يوم ما بدا البث، والله ما طردت احد، ممكن في اشياء معينه وفي احد بلغ عليك. فواحد قال لي هنا نعود الى فكره المعارضه اغبياء ومعارضه اغبياء. اديك مثال المسعري
ابو ماجد او الدكتور المسعري عشان اعيب فرق السن بيني وبينه. بروفيسور فيزياء نوويه. انت ما تقدر تحدي الفيزياء حقت الثانويه. مش فيزياء نوويه، مش باتشلر، مش ماجستير، مش دكتوراه، فيزياء نوويه. مثال الدكتور الفقيه طبيب جراح، طبيب جراح قلوب الناس يداويها. الدكتورة مضاوي الرشيد دكتورة محاضرة بأعرق أحد أكبر جامعات بريطانيا. فأنت جالس تتكلم عن شخصية عبد الله الحامد، كتبه إلى اليوم تدرس في المناهج السعودية. سليمان الرشودي محامي وقاضي معروف. عصام الزامل إنسان ورجل أعمال ناجح وبارع في الاقتصاد. شوف الأسماء، شوف قائمة المعتقلين في السعودية، أو شوف قائمة الإصلاحيين وقارنها بمن يديرون الأمور في البلاد. بس سيبك مني أنا، سيبك مني أنا، خليك مني. تكلم عن هؤلاء الأشخاص. سعود الهاشمي، الدكتور سعود الهاشمي شهاداته ما شاء الله تبارك الله لا تعد ولا تحصى. رجل طبيب مش عارف إيش، مختص في كذا ومتعتمد مدرب. مش أنت أكبر شهادة عندك أو أنا أكبر شهادة عندي حاسب آلي مثلا. فكيف تجي أنت تقول مثلا هؤلاء أنهم غبي أو أنه هذا فاشل؟ أنت جالس تحاول تجد أعذار. في مشكلة. اليمنيين يقدروا، اليمني إذا جاء كندا وقدر يدخل بالسلامة عنده أمور مسهلة وميسرة له أنه يأخذ رجوع، لأنه بلده في حالة منكوبة اليوم. لا تسألني كيف أحصل على فيزا لأنه ما أعرف، أعرف أنها صعبة. تتوقع محمد بن سلام خلص ثانوية؟ هو لا، متخرج من هذا مرتبة الشرف، متخرج قانون مرتبة الشرف، دارس قانون يعني. أخوي في السجن، كيف توصل معه؟ ماني فاهم. اللي يسأل عن انت تخصصي في الجامعة سياسة وعلم اجتماع. طبعا في الجامعة أنا الطالب المدلل جد والله، يعني الدكاترة وكذا يعاملوني بنوع من ال، يعني ما أقول تفضيل عن بقية الطلاب، وإنما يحترمون الوضع الذي أنا فيه. و يعني مثلا أقدر أرسل الدكتور رسالة أقول له أنا ماني نفسي أختبر اليوم، فهو يقول لي خلاص متى لك نفس تختبر؟ ترى والله بكل سهولة، متى لك نفس تختبر؟ تعال اختبر. ليش؟ لأنه ينظرون هم إلى مصلحة الطالب، مش بس أنا يعني حتى أغلبية الطلاب. ما أعرف أنا كيف النظام الجامعات السعودية، أنا درست في السعودية ترم وخرجت ما كملت، بس الوضع زي كذا عندنا بكل سهولة. عمر ليه ما ذكرت أسماء اللي جوا مع أخوك لكندا؟ لأنني عاهدتهم لا أذكر أسماءهم في مبادئ، لأن إذا ذكرت أسماءهم أدمر حياتهم، لأنه كل واحد ماشي في خط في مجال. وقلت لهم أستأمنكم أخي أحمد لا يتعرض لمكروه، ورغم كل ما تعرضت له لم أذكر أسماءهم حتى الآن، رغم أنه كل شيء دار موثق. هم يعرفون هذا جيدا، وكاميرات الفنادق تسجل وكاميرات المقاهي والمطاعم تسجل، لكني عاهدتهم على أن لا أتحدث عن أسمائهم بأي شيء. إن خرج تكذيب رسمي في يوم من الأيام وحينها يصبح الأمر مختلف. في مبادئ تكون عند الأشخاص، أنا لا أتنازل عن المبادئ من أجل تحقيق بعض الأمور وبعض المصالح، أستطيع هذا الأمر. هم يعرفون ذلك جيدا، والحكومة تعرف جيدا، الحكومة السعودية تعرف جيدا أنني حتى اليوم لم أتلقى دعم أو تمويل من أي دولة لها عداء مع المملكة العربية السعودية. يعرفون هذا الكلام جيدا. وبعدين يطلعون مقطع يكتبون عمر عبد العزيز الحالة الاجتماعية هوملس مدعوم من قطر. كيف هوملس مدعوم من قطر؟ ما عندك دقيقة عقل تفكر فيه يعني شوية، خمس دقائق تستخدم عقلك لله؟ كيف هوملس مدعوم من قطر؟ طيب الله يعين سلمان العودة. أنت إنسان خلوق، وأتمنى خروج إخوانك المأزق آمين يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم، يفرج عن الشباب وعن أهاليهم. ما أعرف والله كيف الظروف، ما أعرف كيف الأوضاع، وأشعر بنوع من الـ من الـ من الحزن ومن الحرج أن تصل الأمور إلى هذا الحال، أن تصل الأمور إلى هذا الحد. بلدنا أحلى وأحسن من كذا يعني، مفترض أنه يكون وأكبر من التصرف والتعامل بهذه الطريقة. الله كريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمور يا رب، ويجعل الأمور إلى خير، وتكون بلادنا في يوم من الأيام إلى خير، وهذه الغمة تنقشع. مسألة البطش وتخويف الناس والإرهاب والاعتقالات مش من صالح أحد، مش من صالح أحد. أفضل طريقة
تستقوي فيها تفتح صفحة جديدة مع شعبك. موال، ليش نديكم موال؟ نختم بهذا. الله المستعان. تسألوني أسئلة 180 سؤال، سؤال في الغرب وسؤال في الشرق. واحد يقول لي إيش رأيك في بيزيتش محترف الاتحاد، بعدين واحد يسألني إيش رأيك في موضوع المواليد في السعودية، بعدين واحد يسألني عن القضية الفلسطينية. حتى العقل ما الهاردوير إيش اسمه ذا ما يشتغل. ماذا بعد المعارضة؟ ماذا بعد تغير الأمور في السعودية في حال تغيرت؟ نقول نسأل الله أن ييسر الأمور. أنت ملك من قبل ما تصبح ملك. يا من هواه أعزه وذلني، يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. عهدتني ألا تميل عن الهوى وحلفت لي يا غصن ألا تنثني. هب النسيب وما لغصن مثله، أين الزمان وأين ما عاهدتني. وصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال تركتني.